والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نتعرف اليوم على درس حل المعادلات والمتباينات الأسية. فيما سبق درست تمثيل الدوال الأسية بيانيا، والآن أحل معادلات أسية، أحل متباينات أسية، أحل مسائل تضمن نموا أسيا ونظم حلالا أسي، المفردات، المعادلات الأسية، الربح المركب، المتباينة الأسية. رح نبدأ الآن في أول جزئية من هذا الدرس، حل المعادلات الأسية. تظهر المتغيرات في المعادلة الأسية في موقع الأس. أول مفهوم رح نتعرف عليه خاصية المساواة للدوال الأسية. الشرط الأساسي عشان أنا أقدر أساوي معادلة أسية لابد أن يكون الأساس متساوي. عندي الآن البي والبي هي أساس متساوي، إذا راح نقدر نساوي الآن الإكس والواي. إذا كان بي لا يساوي الواحد والبي أكبر من الصفر فإن بي أس إكس تساوي بي أس واي، وفقط إذا كان الواي يساوي إكس. عندي الآن في هذا المثال 3 أس إكس تساوي 3 أس 5، 3 يساوي 3، الأساسات تساوت، إذا نقدر نساوي الأسس الآن فإن الإكس تساوي 5. يمكنك استعمال خاصية المساواة للدوال الأسية لحل معادلات أسية. أول سؤال 2 أس إكس تساوي 8 أس 3. أول خطوة أنا أسويها في المعادلة لازم أخلي 8 هذه أساسها 2، فالحل الوحيد أني أخلي أساسها 2 أن أضع أبحث عن الأس اللي أرفع الاثنين ويعطيني 8، الاثنين أضربها 3 مرات رح تعطيني 8، إذا 2 أس 3 رح أضعها مكان 8 وأنزل الأساس الأساسي اللي هو أو الأس الأساسي اللي هو 3. بعدين قوة مرفوعة القوة 3 في 3 رح تعطيني 9، إذا تساوت الأساسات 2 تساوي 2، إذا نساوي الأسس X تساوي 9. عندي الآن في B 9 أس 2 X ناقص 1 تساوي 3 أس 6. في الإكس أنا عندي 9 الآن لازم أخليها أساسها 3، فالحالة الوحيدة أنا عندي 3 أس 2، بعدين أرفعها للأس الأساسي 2 إكس ناقص الواحد، عندي قوة مرفوعة القوة راح أستخدم خاصية التوزيع فراح تعطيني في الأخير 2 في 2 إكس 4 إكس ناقص الاثنين، تساوت الأساسات نساوي الأسس الآن فتصبح عندي في الأخير الإكس تساوي سالب 1. راح نحل الآن 1A، عندي في 1A 4 أس 2 N ناقص الواحد تساوي 64، 64 هذه لازم أخليها أحولها إلى معادلة أسية، 64 لازم يكون أساسها 4، فأنا راح أحلل إلى عوامل أولية، فأنا راح أخذ 64 وأبدأ أحلل إلى عوامل، أبدأ بالعدد اللي أقسم فيه 4 لأني أنا أبغى الأساس الآن 4، 64 لما أقسمها على 4 راح تعطيني 16 لما أقسمها على 4 راح تعطيني 4، الأربعة تقبل القسمة على نفسها يعطيني الواحد، إذن الآن الأربعة تكررت 3 مرات، إذن 4 أس 3، راح أخذ 64 وأعوضها بأربعة أس 3 فتصبح عندي الأربعة أس 2 إن ناقص الواحد، الأربعة وستين أشيلها بتصبح أربعة أس 3، تساوت الأساسات الآن 4 تساوي 4 راح نساوي الأسس 2 إن ناقص الواحد تساوي 3، وأحل معادلتي عادي راح أجمع 1 على الطرفين راح تصبح عندي 2 إن تساوي 4، راح أقسم على 2 إذن الإن الآن تساوي 2، كذا حليت المعادلة بإيجاد قيمة المتغير إن إن تساوي 2. رح ننتقل الآن إلى تحقق من فهمك 1B. عندي الآن في 1B 5 أس 5X
تساوي 125 أس إكس زائد 2. زي ما قلت لكم ما نقدر نساوي إلا لازم نخلي الأساسات متساوية. الآن أنا عندي الآن 125 لازم أخلي أساسها 5، فراح أخذ 125 وأبدأ أحلل إلى عوامل. 125 تقبل قسمة على 5 فيها 25، 25 تقبل قسمة على 5 فيها 5، وخمسة تقبل قسمة على نفسها فيها الواحد. إذن الخمسة الآن تكررت 3 مرات، إذن هي عبارة عن 5 أس 3. راح أشيل 125 وأحط مكانها 5 أس 3، فالآن تصبح عندي 5 أس 5 إكس تساوي 125 راح تصبح عندي 5 أس 3 الكل أس إكس زائد 2. الآن أنا عندي قوة مرفوع القوة، راح أضرب 5 أس 5 إكس تساوي 5، 3 لما أضربها في إكس راح تعطيني 3 إكس زائد 3 لما أضربها في 2 راح تعطيني 6. الآن الأساسات تساوت، راح نساوي الأسس. عندي 5 إكس تساوي 3 إكس زائد 6، راح أطرح من الطرفين 3 إكس، يبقى لي هنا 2 إكس تساوي 6. 2 بعملية القسمة، 2 راح تروح مع الاثنين، إذا يبقى الإكس راح تساوي 6 تقسيم 2 تساوي 3. إذا أوجدنا قيمة المتغير الإكس تساوي 3. هذه بالنسبة لأول جزئية في حل المعادلات الأسية. تستعمل الدوال الأسية في مسائل تتضمن الربح المركب، وهو الربح الذي يحسب المبلغ المستثمر رأس المال مضافا إليه أي أرباح سابقة، وليس فقط عن رأس المال كما هو في الربح البسيط. الربح المركب يمكن حساب الربح المركب باستعمال هذه الصيغة، حيث الـ A المبلغ الكلي بعد T سنة، الـ P المبلغ الأصلي الذي تم استثماره أو رأس المال، الـ R معدل الربح السنوي المتوقع، N عدد مرات إضافة الأرباح إلى رأس المال في السنة. 3. الربح المركب. استثمر حمد مبلغ 25,000 ريال في مشروع تجاري متوقع الربح سنويا نسبته 4.2%، بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال كل شهر. ما المبلغ الكلي المتوقع بعد 15 سنة مقربا إلى أقرب منزلتين عشريتين؟ أول شيء أحتاج أني أفهم أني أوجد المبلغ الكلي المتوقع بعد 15 سنة. ثاني شيء أني أخطط، بما أن تم إضافة الأرباح إلى رأس المال إذا أستعمل صيغة الربح المركب. عندي الآن أول شيء البي المبلغ، عندي هنا المبلغ الأصلي عبارة عن 25,000، عندي معدل الربح السنوي 4.2 أقسمها على 100 راح تعطيني 0.042. عندي الآن عدد مرات الإضافة، أنا قال لك كل شهر، طبعا سنويا كل شهر، السنة فيها 12 شهر، إذا الإن تساوي 12 والتي 15 اللي هي عدد السنوات. أكتب القانون وأعوض، وأعطاني في الأخير بعد عملية التقريب 4، عندي هنا 46,888.66 من 100. بعدين راح أدخل المعادلة باستخدام الحاسبة، فيطلع لي تمثيلها البياني بهذا الشكل. الآن راح تحقق. استثمر علي مبلغ 100,000 ريال في مشروع تجاري متوقع الربح سنويا نسبته 12%، بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال مرتين شهريا. ما المبلغ الكلي المتوقع بعد 5 سنوات مقربا الناتج إلى أقرب منزلتين عشريتين؟ أول شيء أنا عندي B قيمتها 100,000، عندي الآن الـ R اللي هي عبارة عن 12 النسبة أقسمها على 100 راح تعطيني 0.12. عندي الآن الـ N تساوي اللي هي عدد المرات إضافة رأس المال. أول شيء أنا عندي في السنة فيها 12 شهر، لكن يقول الآن أنه يضاف مرتين شهريا، إذن 12
راح أضربها في 2 راح تساوي 24. آخر شيء التي تساوي 5 سنوات. 5 سنوات راح أكتب القانون المستخدم اللي هي A تساوي P مضروبة في 1 + R على 2 الكل أس T. البي قيمتها 100,000 مضروبة في 1 + R. الR طلعناها 0.12 على الN اللي هي 24 الكل أس. عندي الآن هنا في القانون N، الN أضربها في T، الN 24 T في 5 راح أكمل. عندي الآن 100,000 راح نوحد المقامات، عندي الآن 24 + 0.12 على 24، عندي 24 لما أضربها في 5 فيها 120 تساوي، راح نجري العمليات الحسابية هنا فيصبح عندي 100,000 مضروبة في 1.819. بعد ما نجري عملية الضرب تقريبا راح يعطيني 181,939.67 قيمة الأرباح بعد 5 سنوات. الآن إلى حل المتباينات الأسية. المتباينة الأسية هي متباينة تضمن عبارة أسية أو أكثر، لكن ملاحظة الآن إذا ضربنا الطرف إذا ضربنا في عدد سالب أو قسمنا عدد سالب نغير اتجاه المتباينة. عندي الآن خاصية التباين للدالة النمو، إذا كانت البي أكبر من الواحد فإن البي أس إكس أكبر من بي أس الواي، وفقط إذا كان الإكس أكبر من الواي. أنا عندي مثال الآن 2 أس إكس أكبر من 2 أس 6، تساوت الأساسات إذا الإكس راح تكون أكبر من 6. عندي الآن هنا في خاصية التباين للدالة الإضمحلال، إذا كانت البي أصغر من الواحد وأكبر من الصفر فإن بي أس إكس أكبر من بي أس واي، إذا وفقط إذا كان الإكس أصغر من الواي. عندي الآن هنا في هذا المثال النص أكبر من نص أس إكس أكبر من نص أس 5، إذا فإن الإكس أصغر من. عندي الآن مثال 4، حل المتباينة 16 أس 2 إكس ناقص 3 أصغر من 8. أول شيء لازم أخلي الأساسات لازم يكون لها نفس الأساس. عندي الآن 16 راح أحللها، راح تقبل القسمة على 2 فيها 8 تقبل القسمة على 2 فيها 4 تقبل القسمة على 2 فيها 2 تقبل القسمة على نفسها فيها 1. نأتي الآن للثمانية، 8 تقبل القسمة على 2 فيها 4 تقبل القسمة على 2 فيها 2 تقبل القسمة على نفسها فيها 1. إذا 2 تكررت الآن 3 مرات، وهنا 2 تكررت 4 مرات. إذا وضعنا مكان 16 2 أس 4 وحطينا مكان 8 2 أس 3. الأربعة هذه قوة مرفوعة القوة، استخدمنا عملية الضرب 4 × 2 = 8 إكس ناقص 4 × 3 تعطيني 12. الآن 2 لها نفس الأساس، 2 × 8 إكس ناقص 12 أصغر من 2 أس 3. إذا عندي الآن الأسس 8 إكس ناقص 12 أصغر من 3 ونحلها، راح يعطيني قيمة الإكس الآن 15/8. الآن في سؤال 4A، عندي 3 أس 2 إكس ناقص 1 أكبر أو تساوي 1/243. أول شيء لازم أساوي الأساس. أنا عندي هنا كسر، عشان أخليه عدد راح أرفعه على الأس سالب 1. إذن أول خطوة أنا عندي 3 أس 2 إكس ناقص 1 راح تساوي 243 أس سالب 1.
هذه أول خطوة. ثاني خطوة، لازم أخلي الأساس متساوي. عذراً هنا في أكبر أو تساوي، لازم أخلي الأساس متساوي. هنا ثلاثة، لازم أخليها هنا ثلاثة، فرح أخذ 243 وأحللها بالنسبة إلى ثلاثة. عندي 243 وأبدأ أحلل. نبدأ بالثلاثة لأني أنا أبغى الأساس أساساً ثلاثة. عندي 243 لما أقسم على ثلاثة فيها 81، 81 تقبل قسمة على ثلاثة فيها 27، 27 تقبل قسمة على ثلاثة فيها 9، 9 تقبل قسمة على ثلاثة فيها 3، والثلاثة تقبل قسمة على نفسها فيها 1. إذن الثلاثة الآن فيها، الثلاثة الآن تكررت 1 2 3 4 5، إذن 3 أس 5. راح أرجع وأكتب 3 أس 2 إكس ناقص 1 أكبر أو تساوي، أشيل 243 وأحط مكانها 3 أس 5 الكل أس سالب 1. الخطوة اللي بعدها، أنا عندي الآن قوة مرفوعة القوة، راح نجري عملية الضرب، فتصبح عندي الآن 3 أس 2 إكس ناقص 1 أكبر أو تساوي 3 أس سالب 5. الآن تساوت الأساسات، راح تصبح عندي 2 إكس ناقص 1 أكبر أو تساوي سالب 5، وأحل المتباينة عادي. راح أجمع الطرفين 1 تروح مع بعض، يبقى لي 2 إكس أكبر أو تساوي سالب 4. أتخلص من 2 بعملية القسمة، إذن عندي الآن الإكس أكبر أو تساوي سالب 2. لما أجي أرسمها على خط الأعداد، أنا عندي هنا 0 1 2، وعندي هنا سالب 1، وعندي هنا سالب 2، راح تكون دائرة، والدائرة هذه مغلقة لوجود المساواة، راح يكون اتجاه إلى اليمين لأن فتحة التباين باتجاه الحرف أو المتغير، إذن راح يكون المجال بهذا الاتجاه. هنا الآن حلينا 4A. راح ننتقل الآن إلى 4B. عندي في 4B 2X زائد 2 أكبر من 1 على 32، نفس الخطوات اللي اتبعناها، لازم أحول الكسر إلى عدد، فعندي الآن راح أرفع الأس سالب 1. عندي الآن 2X زائد 2 أكبر من 32 أس سالب واحد. 32 أحللها إلى عواملها، عندي الآن 32 تقبل قسمة على 2 فيها 16، تقبل قسمة على 2 فيها 8، 8 تقبل قسمة على 2 فيها 4، 4 تقبل قسمة على 2 فيها 2، 2 تقبل قسمة على نفسها فيها 1، إذن 2 تكررت، 1 2 3 4 5، 5 مرات، إذن 2 أس 5. راح أحطها مكان ال 32 عشان تكون الأساسات متساوية. عندي الآن 2 أس إكس زائد 2 أكبر من 2 أس 5 الكل أس سالب 1، قوة مرفوعة القوة، راح نضرب فتصبح عندي 2 أس إكس زائد 2 أكبر من 2 أس سالب 5. تساوت الأساسات، الآن ننظر إلى الأسس، إكس زائد 2 أكبر من سالب 5، أطرح من الطرفين 2، إذن الإكس الآن تكون أكبر من سالب 7. لو جينا رسمناها على خط الأعداد، عندي الآن هنا سالب 7 راح تكون دائرة مفتوحة، راح يكون باتجاه اليمين لأن فتحة التباين لم العدد، راح يكون المجال بهذا الاتجاه. هذا الدرس، ودمتم في رعاية الله وحفظه.